أهلا بكم من جديد. أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على تعزيز مهارات الطلبة واهتمامها بتطبيق الذكاء الاصطناعي وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركته في الحفل الختامي الافتراضي للنسخة الثانية من مسابقة أولمبياد المدارس تحت عنوان ريادة الأعمال والابتكار، الولوج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي ينظمها مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا والمركز العربي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو. وقد أشاد الوزير بهذه المسابقة مشيرا إلى أن الدور الكبير لها في نشر ثقافة الابتكار والريادة والاستثمار لدى الطلبة. وفي ختام الحفل تم إعلان النتائج، حيث حصلت مدرسة الحد الثانوية للبنات على المركز الأول عن مشروعي التعقيم في كل مكان، وهو عبارة عن غطاء للهاتف الجوال يحتوي على معقم لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو الدكتور هاشم حسين. مساء الخير دكتور هاشم. مرحبا. حدثنا بداية عن دور هذه المسابقة في ترسيخ مفاهيم ريادة الأعمال لدى طلبة المدارس وتحقيق أيضا أهداف التنمية المستدامة. في الحقيقة مسابقة أولمبياد المدارس للابتكار وريادة الأعمال، وهي طبعا أيضا في أهداف التنمية المستدامة، هي الأول من نوعها في المنطقة العربية. نعم. وهي لتعزيز روح الابتكار في أجيال المستقبل، وهي طبعا جاية انطلاقا أيضا من رؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى، اللي هو في خطابه الشامل لما افتتح الدورة البرلمانية الحالية أنه طالب من كل الوزارات أن تعمل بالولوج إلى الثورة الصناعية الرابعة والثورة الرقمية، والتي تعد الأجيال المستقبلية أن تكون في مضمار هذه الثورة الصناعية. لذلك هذا البرنامج اللي احنا بنطبقه مع وزارة التربية هي لإعطاء الفرصة للأجيال القادمة انه تفكر بأفكار ابتكارية، وانه المجال في البحرين يسمح للكل، المواطنة البحرينية تسمح للكل انه يمكن ان يكون عنده حلم ويحقق حلمه عبر الابتكار وريادة الأعمال. جميل جميل جدا. كيف تساهم كل مشروع وكل مشروع كانت لانه وصلنا الى 68 مشروع شارك اكثر من 800 طالب، بس كل مشروع كان مبني على هدف او هدفين او ثلاثه اهداف من اهداف التنميه المستدامه. نعم دكتور، كيف تساهم هذه النوعيه من المسابقات في اطلاق العنان لدى ابداعات الطلبه وخصوصا في ظل هذه الظروف الاستثنائيه؟ والله في الحقيقة يعني احنا في الحقيقة انبهرنا حتى من الأفكار الابتكارية والريادية عند الطلبة اللي هم بين سن 12 إلى 16 سنة، لكن وجدنا أنه هم عندهم اطلاع كبير جدا، عندهم معرفة كبيرة جدا، عندهم حب للابتكار، وده ما غريب على شباب البحرين. اللي احنا تعودنا بالنموذج البحريني اللي هو بدأ وانطلق من البحرين إلى العالمية، أكثر من 52 دولة بدأ هو في البحرين. وجدنا أنه الدور اللي بتقوم به وزارة التربية بالتعاون معنا طبعا وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وتمكين وبنك البحرين للتنمية والمجلس الأعلى للمرأة وعدد كبير من رواد الأعمال المتطوعين، تمكنا أنه نرى كثير من المشاريع فيها ابتكار، مشاريع خارج الصندوق. وعلى سبيل المثال مشروع رائع جدا هو السانيتايزر من التلفون، يعني مدرسة الحد للبنات طلعوا مشروع ابتكاري جدا، انه بالذات في وقت هذه الجائحه انه استخدام التلفون النقال وهو يكون معقم هو نفسه. لذلك ان شاء الله نحن ايضا سوف نعمل مع عدد من الجهات من جامعه الدول العربيه واتحاد الغرف العربيه للصناعه والتجاره. نعم. انه هننقل هذه التجربه ان شاء الله في السنه الجايه السنه القادمه السنه الفريده في البحرين
إلى عدد من الدور العربية. نعم إن شاء وذلك الله. لتمكين الابتكار في الشباب المستقبلي إن شاء الله. بإذن الله تعالى. دكتور هشام وهاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو، شكرا جزيلا لك. قال الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ألبا علي البقالي إن الأعمال الإنشائية في مشروع مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومملكة البحرين تسير وفق الجدول الزمني المحدد. ويأتي المشروع متماشيا مع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإدارة المخلفات في مملكة البحرين بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة، والذي من شأنه أن يوفر حلا قيما ومستداما لتأمين معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر دون أي مخلفات. وننتقل الآن إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. أرامكو السعودية تستحوذ على 70% من سهم شركة سابك. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1274 نقطة بانخفاض بنسبة ربع نقطة مئوية تقريبا، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 4,111,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 396,000 دينار تم تنفيذها من خلال 55 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية مشاهدينا، فقد أقفلت بين صعود ونزول، وتصدرت الارتفاعات سوق أبوظبي للأوراق المالية التي أقفلت على ارتفاع بنسبة 1.1%. وقع بنك البركة الإسلامي وبورصة البحرين اتفاقية تسمح بموجبها للبنك القيام بشراء صكوك الإيجار المتوافقة مع الشريعة من خلال منصة بورصة البحرين، ثم بيعها للعملاء، والتي ستسهم في تسهيل عمليات التمويل التي يقدمها البنك للعملاء. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنويع السلع المتاحة للعملاء عند إجراء صفقات المرابحة القائمة على السلع، لكي تتضمن الصكوك الحكومية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. وتهدف هذه الخدمة إلى تقليل مدة إتمام الصفقات بشكل كبير للبنك، وتلعب دورا كبيرا في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز للتمويل الإسلامي. أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية النسخة الخامسة من تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين عن بعد تحت عنوان ما بعد التحول الرقمي، التكنولوجيا المالية وتجربة العملاء. وتم إطلاق النسخة الخامسة من التقرير لهذا العام حول تبني التكنولوجيا المالية وتقييم تجربة العملاء، وهو ما يمثل حديث الساعة في الصناعة المالية الإسلامية في الوقت الراهن. ويتضمن تقرير هذا العام رأي ووجهة نظر أكثر من 100 رئيس تنفيذي للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الرائدة من 35 دولة حول العالم.
أعلنت إنفست كورب المؤسسة المالية والعالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة والتي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها أن كاليجو ليميتد وهي أحدى شركات محفظتها الاستثمارية وأول مزود في العالم لخدمة البيانات المدارة من طرف إلى طرف، واستحوذت على آي ليميتد فويس أند داتا ليميتد التي تتخذ من كورك ودوبلن في إيرلندا مقرا لها، والمتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة وحلول تكنولوجيا المعلومات والصيانة وخدمات مايكروسوفت. وتمثل عملية الشراء هذا سابع عملية استحواذ دولية لشركة تقدم الخدمات المدارة في السنوات الثلاث الماضية. أعلن رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبد الله حمزة إطلاق برنامج للتدريب الإلكتروني تحت مسمى إضاءات قانونية، وذلك في إطار حرص الهيئة على المساهمة في نشر الثقافة القانونية. وأضاف المستشار أن البرنامج يقوم بتوظيف تكنولوجيا المعلومات ويستفيد من الحلول والتطبيقات الإلكترونية لإيجاد منصة إلكترونية دائمة للتدريب عن بعد للمساهمة في نشر الثقافة القانونية على أوسع نطاق. أعلنت كل من شركة كريدي ماكس وشركة بنفيت توفير خدمة الدفع الإلكتروني عبر المحفظة الإلكترونية ماكس والت وبنفيت باي في مجموعة لولو هايبر ماركت، حيث ستتمكن مستخدمو هذه الخدمات أو التطبيقات من إتمام عملية الشراء من خلال خطوات بسيطة مع الاحتفاظ بكافة المعايير الخاصة بالأمن والسلامة عند عملية الدفع. أعلنت شركة بنفيت شراكتها مع شركة البحرين المالية بي اف سي لتدشين خدمة جديدة في مملكة البحرين تمكن الزبائن من إرسال أو تحويل الأموال في مكاتب الصرافة عبر إتمام عملية الدفع من خلال بنفيت باي، عوضا عن استخدام الأوراق النقدية، وذلك ضمن خطط التحول الإلكترونية. كما تأتي هذه الخطوة ضمن المساعي للتحول نحو مجتمع غير نقدي، وذلك تماشيا مع رؤية مملكة البحرين للمضي قدما نحو تعزيز المجتمع الرقمي. ظهرت شركة أرامكو السعودية في قائمة كبار ملاك سابك على موقع سوق الأسهم السعودية تداول بدلا من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتعادل حصة أرامكو الجديدة 70%، أي نحو 2,100,000,000 سهم في شركة سابك. وبلغت قيمة التداولات اليومية في سوق الأسهم السعودية مستوى تاريخيا بلغ 263,900,000,000 ريال بالمقارنة مع مستويات تداول يومية بمعدل 4 مليارات ريال في العادة.